بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزغ عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من غرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مغاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليان والماسك من أسبابك بحمل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الآبان والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح. اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني. اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس. اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأهل. اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب. اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحق
حسن التوفيق فمن السالك بي إلي في واضح الطريق وإن أسلمت لي آناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط علقت بأطراف حبالك أناملا ولائي فاصفح اللهم عما قلت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومنايا في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك صاعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحور وبابك مفتوح للطلب والوغول
أنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم بحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يغابك. ألفت بقدرتك وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه
الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وغاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نبوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني موائبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين ذكر السجدة إلهي قلبي محجوب ونفسي وعقلي مغلوب وأوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا بحرمة محمد وآل محمد يا غفاراً
برحمتك يا أرحم الراحمين.